اللي تلاحظوا الخطاب السياسي نزل الارض من طرف القيادات الكبار اللي هو مخالف للقيادات الشبابيه اللي راقيه في الخطاب ديالها. علاش ما يبرزناش في المجتمع المغربي الان هاد القيادات الشبابيه اللي تترقب الخطاب السياسي باش يمكننا نشجعوا لا الشباب اللي تنهضروا على العزوف على المشاركه الحزبيه او المشاركه السياسيه، ما يمكن لنا نشجعوه الا بواحد الخطاب راقي اللي غادي يقودوا هما البرلمانيين الشباب. نرجعوا لمساله الخطاب السياسي، ولكن غير واحد النقطه درتيها غنعطيك اعتماد ديال التنسيق، وطاروها طبعا المتدخلين في الروبورتاج ديال التنسيق يعني ما بين يعني الطاقات الشبابيه اللي كاينه في البرلمان بينها. يعني يبدو ان ربما منطق الانتصار للفريق ولا الاصطفاف اغلبيه معارضه اقوى من 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 الاصطفاف لقضايا الشباب. وهذا تكلمت على القضيه ديال التنسيق خارج مؤسسه البرلمان، عرفتي العقليه اللي كاينه ديال راه كيكون سمع هذوك راه هذا، فبالتالي ربما حتى هذه معيقات حقيقيه لتعقيد التنسيق. كاين اطار عندهم تنظيمي اللي هو الهيئه الوطنيه للشباب الديمقراطيه واللي تنفتخروا به على المستوى الدولي اللي تيجمع مختلف الشبيبات الحزبيه. وهذا بالنسبه لنا فضاء اللي هو مكتلين فيه جميع الهيئات السياسيه بمختلف التلوينات السياسيه ديالهم. اذا علاش ما نستغلوش ونعطيو ونفالوريزيو هذه المؤسسه اللي خلقتها وزاره الشباب والرياضه واللي رجع هو فضاء ديال التنسيق، لان هو اللي كانوا تيجمعوا فيه القيادات كاملين الشبابيه من قبل. الا سمحتي الا استي جامع، اذا هو فرصه السيد الزايدي باش نغنيو النقاش ونحاولوا ما امكن نحطوا واحد الاطار وبعض الامور يعني محدده هي هيكل يعني حتى في النقاش باش ما نبقاوش نعطيو الدور لهذ البرلمانيين الشباب على ان شي حاجه راه انهم واحد الفئه شدينا حطيناهم وعندهم قوانينهم بوحديتها وعندهم يعني الامور ديالهم بوحدها. هو مزيان التنسيق في الهيئه الوطنيه ديال الشباب كمنظمات شبابيه، هذا شيء. لهذه ما خصناش نساو واحد المساله، حنا راه كنهضروا على مؤسسه ديال الدوله، هذه مؤسسه دستوريه عندها قوانينها عندها نظامها الداخلي اللي كيتعرض على المجلس الدستوري اللي خصو يكون مطابق للدستور واللي كيحافظ على الاختصاصات ديالها الدستوريه. هذه المؤسسه هذه راه كتنضبط، انت وراه شرط لها في البدايه السي جامع حذاري على اننا كنا كنناقشوا الشباب وهي مزيان كقوه اقتراحيه كقوه كديناميه كدماء جديده، حذاري ان كنناقشوهم في الاخر نعزلوهم كفئه بوحديتها على اساس انها شي حاجه خصنا نقادوا لها بقوانينها ديالها والاخر، راه كنوليو كنقسموا المشهد السياسي لواحد جوج ديال 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 لي بول اللي ما غاديش يعطيونا التوازن في المشهد السياسي. هذه مؤسسه كما قلت عندها قوانينها عندها الاعراف ديالها اللي كدير فيها. مثلا هنا تذكرات الجلسه ديال رئيس الحكومه، وهنايا الاخوان غادي يزيدوا ياكدوا لي الجلسه ديال رئيس الحكومه كيفاش كيتم التدبير ديالها؟ كتم بالتنسيق مع المكتب ديال مع المكتب ديال المجلس ورؤساء الفروق اللي كتسمى ندوه الرؤساء اللي كيتفقوا على المواضيع وكيتفقوا على المواعيد. وحنا هاد اللجنه ديال هاد الجلسه الشهريه ديال المساءلات رئيس الحكومه شكون اللي كيدير فيها شكون اللي كيدير العرقله ديالها وليدا باش حل هذه ما جا رئيس الحكومه للمجلس؟ وبالعكس هو غيطرح عليه راه كيجي كل شهر، هذه راه مكسب دستوري اعطاه الدستور للبرلمان كمؤسسه، اعطاه باش ان الشعب المغربي يتبع السياسه العموميه ديال البلاد. وهنايا حنا مزيان هذه الافكار اللي كيطروها الاخوان على اساس اننا نديروا مبادرات في داخل الفرق ديالنا اللي كيحكمنا فيها النظام الداخلي ديالنا على اساس ندفعوا ما نخليوش بعض الممارسات السياسيه لحسابات سياسيه ضيقة تخلينا كنضيعوا في مكتسبات دستورية مهمة بالنسبة لنا كشباب أننا نكرسوها. وهذا كيف ما قلت حنايا كنعيشوا فترة دقيقة وحنا معلقة علينا آمال كبيرة ديال المجتمع المغربي وديال الشباب عامة وديال الشباب خاصة، على أساس خصنا نرفعوا وعندنا تنزيل ديمقراطي للدستور إلا ما حرصناش عليه بالنفسية ديالنا كشباب بالحرقة ديالنا على النضال ديالنا اللي جبنا باش أن الشباب خصو يكون في المشهد السياسي إلا ما دافعناش عليه وجبنا على أن هذه المكتسبات الدستورية ينجبوها الارض الواقع اننا نطبقوها وندفعوا من داخل الفرق ديالنا. انا كنادي كاع الشباب المناضل لانه كيتبع وبغى فعلا الخير لهذه المؤسسه الدستوريه وتشد الطريق المسار ديالها، هذه من المسؤوليات الكبيره اللي على على مليوحه على الكتاف ديال الشباب، انه الشباب انهم هما اللي خصهم يدفعوا بها ويخرجوا من واحد الصوره النمطيه كرساتها نخب سياسيه بغات تبقى في نفس السياق. حنا عندنا اليوم وثيقه دستوريه متقدمه، هذيك الوثيقه الدستوريه للاسف ما تقدماتش معها العقليه السياسيه ديال النخبه السياسيه اللي كانت كتلعب في المشهد السياسي لمده ولزمن طويل. لقينا ذاك الفرق الشاسع ما بين الوثيقه المتقدمه واللي هي مكتسب واللي جابوا نضال ديال الشباب في 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 الشوارع وبالنضال ديالهم، والان كيحاولوا ما امكن ينزلوها بعقليه كتدير كتلعب في سياسه ضيقه جدا كتهبط النقاش السياسي الارض، وحنا بغينا نمشيو معاهم في هذا الامر. بالتالي
هذا هو مربط الفرس، انه كان ذاك النظري تكلمتي عليه في الشارع وهذا والحراك كان من المفترض انه يستمر ويدخل يقتحم الغرفه، ماشي انه هذاك غيوقف تما والحماس وقف تما. هذا خاص يكون بمبادرات، وكما قلت عندنا نظام داخلي كيحكمنا، وليلا الاخوان كيتذكروا في اليوم الدراسي ديال النظام الداخلي اللي كنا كنناقشوا كانت ورشه خاصه بالشباب، وكيفاش ان الشباب يفعلوا الدور ديالهم في المؤسسه البرلمانيه، وهنايا كانت تعطات لهم. بالنسبه يعني هنا نرجع للروبورتاج، هو كما قال سي مهدي مزواري، هنا ما كيشوفوش ان كاين الشباب. هنايا غنرجعوا نكونوا واقعيين، كاينين فئات لوائح مع الاسف، كاينين فئات اللي شباب اللي طلعوا بالنضال ديالهم وكانوا مناضلين داخل الاحزاب ديالهم وجابتهم من اللوائح، ولكن كاينين شباب اللي فاقوا القرار الثنائي البرلماني وما عرفش كيفاش غادي كاع يتعامل، كاين اللي كاع بعد على البرلمان حيت ما عارفش هذاك الشيء كيفاش غادي يدير له، ولقى راسو غير مسكين ما عارف منين يدير. هذا واقع كنعيشوه، ولكن هذا هو اللي دورنا احنا كشباب كمناضل بفكر جبناه باش اننا نكرسوا الممارسه الديمقراطيه داخل المؤسسه الدستوريه، خاصنا ندافعوا عليه ونديروا الاسس الصحيحه لهذه اللائحه باش تطلع لنا البرلمانيين المناضلين. غير هنايا مثلا في لجنه العدل والتشريع، نعطيك لجنه العدل والتشريع من اللجان اللي عندها العصب داخل المؤسسه البرلمانيه، اللي كتدور كاع القوانين التنظيميه المهيكله للبلاد اللي فيها الاصلاحات للبلاد كدوز في لجنه في العدل والتشريع. النسبه الان اللي كتغلب على الحضور ديالها في المناقشه ديال القوانين شباب. انا غير نعطي في الفريق ديالي المنسق ديال الشعبه ديال البرلماني ديال فريق العداله والتنميه برلمانيه شابه، اغلب الحضور في الاخر هما محامين وبرلمانيين شباب كيحضروا فيها وكيناقشوا هذه القوانين. انا ماشي نقول على انه حضور كيجي واش يعقب واش يطرح السؤال، هذيك راه جلسه دستوريه كدوز بواحد الاخر كنطرح السؤال كنعقب، يعني ماشي هي اللي كتحكم على العمل البرلماني واللي غادي نخلقوا فيها الشباب والعمل ديالهم والتواجد ديالهم في هذه الصوره النمطيه. سيدي تفضل. انا غير واحد المساله نتفاهموا عليها، اولا احنا ماشي في مرحله ديال التقييم، حنا في مرحلة التقويم. منين تنقول مرحلة التقويم بمعنى أنه حنا الطران تحط في السكة، تنقولوا راه كاين شي خلل في شي جهة معينة خصنا نمشيو نصلحوه. وبالتالي فما مسموحش لشي واحد يجي يدير أحكام قيمة هكا جوزافا، يجي يبقى يقول أرض البرلمانيين ما خداميينش ما كاينش، وأنت ما مطالعش على شنو كيدور داخل قبة البرلمان. ما نعاودش نكرر الكلام اللي قالوا الزملاء والزميلات ديال انه كاين اللجان القطاعيه كتاخذ منا في بعض الاحيان 12 ساعه ديال الاشتغال، حتى 13 ساعه 15 ساعه ديال الاشتغال بصفه مستمره، كيقطعها شي شويه ديال الماكله وشي شويه ديال الصلاه الى اخره، وكيكون الشغال مستمر. الان جاي دابا المناقشه ديال القانون الماليه، بغيت الاخوان واللي ما تيعرفوش العمل البرلماني بغيتهم يجيو، مرحبا بهم يجيو يشوفوا كيفاش العمليه ديال مناقشه قانون الماليه كيفاش كدوز. ولكن الجلسات مغلقه السيد شيكيطو. الجلسات مغلقه، اتخذ القرار باش تكون مغلقه. لا الجلسات مغلقه، الجلسات مغلقه هي دستوريا الحضور، اما يعني تقرير. اما احنا بالنسبه لنا لا بغى يجي شي واحد نمشي واسيدي نخرقوا حنا كاع الدستور، ما عندناش مشكل، يجي يحضر. لا غير ما يتزايدش علينا شي واحد، لانه اصلا الجلسات كانت كتكون مفتوحه وكان كلشي كيجي يحضر، ولكن كان باتفاق ديال الجميع، كان كلشي كيتفق انه مرحبا نحضروا. ولكن ملي ولات كتولي ممارسات غير سليمه، كتنقل وقائع او مشاهد تسيء الى البرلمان وتسيء الى العمل البرلماني وتخرجها من سياقها، حنا 16 ساعه وحنايا كنشتغلوا وكنخدموا وكنشتغلوا على مواضيع اللي هي مواضيع معقوله، كيوقع واحد الحاله ديال الفلتان في دقيقه هي التي تبرز على مستوى وسائل الاعلام، كنوليو كنكرسوا ذاك الصوره النمطيه اللي عند المواطن المغربي، وكنزيدوا نعمقوا الجراح ديال المواطن المغربي اللي كيشوف العمل السياسي وكيشوف في البرلماني وكيشوف في الحكومه وكيشوف المكون السياسي بشكل عام انه هو العدو اللدود ديالو. وبالتالي فداك الشيء علاش هذه الجلسات هذه كانت تخذ القرار انه يتم التطبيق ديال الدستور. غادي نرجع نقول لك بانه اولا قلنا احنا ماشي في مرحله ديال التقييم، احنا في مرحله ديال التقويم. ثانيا وهذا التقييم خصو يراعي واحد المجموعه ديال الامور، من بينها واساسا يراعي بان هذه المؤسسه كنشتغلوا فيها بي 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 هي مؤسسه تتخضع للقانون
وتتخضع للقوانين، تتخضع لواحد النظام، نظام نظام داخلي. هذا النظام الداخلي ما فيهش الفئويه، ما فيهش، ما كيفرقش ما بينات هذا الشاب وهذا هذا كما وقع مثلا في عدم دستوريه هيئه النساء البرلمانيه. وبالتالي فمنين كنبغيو نجيو للجلسه ديال الاسئله الشفويه، راه حق الشيخ وحق الكهل كحق الشاب في طرح الاسئله. منين كتوصل للنوبه ديالك او لا ما كنعرفش الطريقه، كل فريق كيدير كيوضع واحد المعايير ديال طرح الاسئله، فالمعايير اللي كيوضعها الفريق هي التي تطبق. نقدروا هذه الجلسه هذه الفريق ديالي جميع الاسئله كيطرحوها الشباب، وثلاث جلسات اخرى ما يطرح حتى شي شاب. وبالتالي فماشي هذا هو المعيار، المعيار ديال حضور الشباب هو من خلال مناقشه ديال المشاريع ومقترحات القوانين، من خلال مناقشه ديال واحد مجموعه من القضايا اللي كتحضر فيها الحكومه بدعوه من البرلمان. يعني هذا هو اللي خصنا نركزوا عليه. ندوز للمساله، مسألة ثالثة هي العملية ديال هاد، وربما ما شاروش لها الإخوان، هاد الحملة ديال تبخيس العمل البرلماني بشكل عام. خصنا ننتبهوا ليها، وخاص الإعلام العمومي يشتغل معنا عليها، لأنه في تبخيس العمل البرلماني هادشي اللي كنديروا ديال الشباب وتبريز مكانة وزارة الشباب ما كيبقى خدام والو، لأنه في واحد الوقت ملي غادي تجي الاستحقاقات البرلمانيه غادي يولي بحال الشاب، بحال هذاك مول الشكاره، يولي بحال ملي كتوصل عنده كلنا شفاره، غيبقى يشوفوا فينا هاد الشوفه. علاش؟ لانه الاعلام غادي في هذا الاتجاه ديال انه تيبخص. ما كنعممش باش نكونوا واضحين، تنقول بعض الجهات في الاعلام، وهاد الجهات سامح الله كتخدم الاجندات ديال اطراف معينه وخاصها توقف على هاد الممارسه. اذا وكذلك خص البرامج اللي كتهتم بالمجال ديال الشباب. اتذكر مثلا كان واحد البرنامج بلا ما نذكر الاسم ديالو على القناه الاولى، كلنا واقيلا دزنا فيه. هذا البرنامج كان كيعيط على الشباب البرلماني والشباب القيادي في المنظمات الشبابيه، وكان كيشتغل على مواضيع سياسيه تهتم بقضايا الشباب، وكانت فيه نسبه مشاهده يعني عاليه جدا. اتذكر انه في حلقه حضرتها انا حضرت تقريبا نسبه المشاهده وصلت لجوج المليون ديال المشاهدين. وهذا البرنامج خاص سيد صعيب العملية. صعيب هذا الرقم. لا خاص، لا لا كان كان لا هذا الشيء ماشي انا اللي تنقول هذا الرقم. صعيب صعيب. لا ماشي انا اللي تنقول هذا الرقم، الناس ديال البرنامج هما اللي قالوا هذا الرقم. اي جا مع العيد الكبير وجا مع شي ماتش الى اخره، المهم هذا الشيء كله كانت عوامل ساعدتني فهمتي، ساعدت. ولكن على الاقل هذاك الرقم صعيب، ذاك الرقم صعيب. العوده على صاحب منتج البرنامج. ناقل الكفري ليس بكافي فهمتي، باش ما نطولوش هذه النقطه. انا تنقول ماشي المهم هو شحال، اللي مهم جدا وطلع الصدى، اللي مهم هو الصدى كذلك. ردود الفعل اللي كتقول لا، اللي مهم هو انه البرنامج القناه الثانيه دير بحال البرامج، وخاص القناه الاولى دير بحال هاد البرامج، وخاص الاذاعات تشتغل على هاد البرامج. لانه الان مسؤوليتنا جميعا هو انه المواطن المغربي نقولوا ليه ها الباندي، نوريو الباندي فينا هو، ونقولوا ليه ها الناس اللي كيشتغلوا على القضايا الصحيحه ديال الوطن، رغم الاختلاف ديالنا ورغم اننا كنصطادموا، ولكن كيبقى الحس المواطناتي حاضر في جميع القضايا اللي كنناقشوها. سي صبويا، انا غير بالنسبه هنا ملي غادي نهضر على القيمه المضافه ولا البرلمانيين الشباب والادوار ديالهم، شنو الانتظارات ديالك كمواطنين؟ كانت عندنا واحد الصوره النمطيه على البرلماني، على واحد بروفيل معين. الان اللي غادي يغير هذه الصوره النمطيه عند المواطن هما هادو، هما البرلمانيين الشباب. الا ما كانتش عندهم القدره انهم يغيروا الصوره النمطيه عند المواطن، ما درنا والو. ذاك البرلمان اللي هضرنا عليه، هذاك البرلمان اللي مول الشكاره، وهذاك البرلمان اللي تيجيب الاصوات ما نعرف. الحمد لله ان الاغلبيه بعدك اللائحة الوطنية ديال الشباب، تنقولوا الدائرة الانتخابية ديالها هما المغاربة كاملين، ماشي دائرة صغيرة محلية. إذن هادو مسؤولية ديالهم كبار، خصهم يجاوبوا لنا على الاحتياجات ديال الشباب. أشنو داروا في السياسة العمومية ديال الشباب؟ رغم أنها هي جزء من السياسة العامة، ولكن هناك انتظارات، لأنهم نتيجة ديال الحراك. باش يبرز لي كمواطن او كفاعل مدني ديك البروفيل اللي باغي انا ديال برلماني اللي تنحترمه، وتيجعلني انني الاحترام ديالي تيجعلني نحترم المؤسسه البرلمانيه والمؤسسه الشرعيه،
عن طريق ماذا؟ عن طريق الاداء ديال داك البرلماني، عن طريق التواصل ديالو مع المواطن، مع الفئه اللي صوتت عليه، عن طريق الخطاب السياسي اللي هو اللي تروج. اذا واحد مجموعه ديال الاشياء هي اللي تقدر تعطيني هذا البرلماني. انا هضر المساله ديال الميزانيه، الان احنا مقبلين على الميزانيه، اشنو هو الدور ديال التعبئه ديال البرلمانيين الشباب في رفع من الميزانيه ديال قطاع الشباب والرياضه؟ اذا بالنسبه لنا هذا يا سي صبويا، كاين اللي كيقول بانه الفاعل المدني ولا المتتبع ولا الراصد ولا المهتم بالشان البرلماني عندما يحكم على تجربه الشباب ولا النساء ولا البرلمان بشكل عام بحاله بحال المتفرج على ملعب لكره القدم، كتبان له الحلول وهذا وكيفاش وهذا، ولكن ليس يعني ما دخلش رقعه الميدان واحتك بالاكراهات واحتك بالاستاذيه ديال الكهول واحتك بالعراقيل الذاتيه اللي بعد، لان البرلمانيين الشباب ماشي كلهم من نفس القيمه من نفس التكوين، اكيد انه كاين اللي وصل عن جدار واستحقاق كما قال الاخوان، واكيد اللي وصل بطرق اخرى، فبالتالي ربما هو ما ادرى يقول لنا هذه العراقيل هذه الامور يعني ربما الكوابح اللي كتوقف وجه هذا الطموح، ولكن ولكن كانوا يفترض واحد النقطه نفرق ما بين المواطن العادي اللي هو ما تيكونش منغمس في وسط في الملعب في الوقيته اللي كنا تيدار الترافع، العمليه ديال الترافعيه دائما تنوضع اشنو هما العقبات اللي ممكن انها تواجهني من خلال الممارسه اليوميه. ملي تنهضر على سياسه عموميه ديال الشباب ما تنهضرش من فراغ، تنهضر هناك تراكم، هناك ميزانيه، عندنا امكانيات من غادي نجيبوها، وكيفاش انني ممكن نضغط الا ما قدرتش نضغط كبرلماني داخل الفريق ديالي، تيمكن لي نعبأ معايا تنظيمات شبابيه اللي ممكن تضغط من الخارج، خارج المؤسسه البرلمانيه، وهنا كيفاش انني ممكن نضغط؟ هذا جانب. الجانب الثاني ملي تنهضروا على الترافع، ملي طرحت نقطه قبيله في الروبورتاج ديال الدبلوماسيه البرلمانيه. خلي خلي السي صبويا باش ربما السي كيتون زوالي على هذه النقطه ديال نطرحوا هذه القضيه، غير اسمح لي السي. تفضل نجيك السي زوالي. هو حقيقة حنا دورنا انه القضايا ديال الشباب ندافعوا عليها ونشتغلوا عليها. اللي وقع على مستوى الدفاع على الرفع من القيمة ديال الميزانية ديال قطاع الشباب والرياضة، جا السيد وزير الشباب والرياضة في سنة 2012 وسنة 2013 وقال لنا بأنه هذه الميزانية هذه ميزانية هزيلة، خصوصا في سنة 2012. وجينا بإجماع ديال جميع الفرق النيابية، الفرق البرلمانية. جينا قلنا بانه راه هذه الميزانيه بصح راه ميزانيه هزيله، اذا غادي نديروا توصيه على انه يتم الرفع من الميزانيه ديال. وماذا وقع؟ اللي وقع هو ان وزير الشباب والرياضه في الرد ديالو قال لنا انا راه قادني هذه الميزانيه، مع العلم انه هو اللي طلب مني هذا الشيء. اذا ما يمكنش انا انت وزير في حكومه تجي تطلب مني وتقول لي نشتغلوا على هذه الميزانيه وندير توصيه ونجلسوا كاملين نتفقوا باجماع المعارضه والاغلبيه وتجي اخر لحظه وتسحب من تحتي البساط، تسمح لي؟ نعم سلام زوري. المشكل ديالك انا عندي ملاحظه على هذا الموضوع. غادي نبدا من هذه القضيه ديال انا بعدا ما ندافعش على الرفع من الميزانيه ما دايرهاش في اولويه قضايا الشباب. كونوا واضحين، عطيوني وزاره الشباب والرياضه الان هذه ثلاث سنين واش عندها اولوياتها قضايا الشباب؟ ياك الحراك داروه الشباب في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي طلعوا هو الاخر في المخطط التشريعي. سمح لي يا اخي زعما لعبت اهم المجلس هو قانون الشباب. اسي سبوي غادي 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 نذكر واحد النقطه مهمه. حنا الان في صدد التقييم وهذه مجرد سؤال، حنا يلا تنديروا التقييم ديال 88 شاب وشابه وفك ما كيتطرح التقييم تنهضروا على الشباب والنساء، وفين داك 300 الاخرين ولا 250؟ لا هذوك يعني انا مفترض لا مجرد سؤال استجابه، انا ما بغيتش بوليميك، ما غنعطيك شبه جواب. انه كاين اللي كيقول بانه كان مفترضا من هاد 88 اللي تكلمتي عليهم انهم سيضخوا دماء جديده ليغيروا ممارسات كانت سائده. لا لا انا باقي ما تكلمتش، انا باقي ما تكلمتش. والدماء راه فيها وفيها خلينا نتذكروا هي ما تكونش ديما الاولويات. نتذكروا على الصوره النمطيه، الله يجازيكم بخير، انا مازال ما تدخلش. الصوره النمطيه هي صوره نمطيه اللي ما تخلقاتش هذه عامين ولا ثلاث سنين، وما يمكنش تزول في عامين ولا ثلاث سنين. تمام. وما يمكنش وجودنا في البرلمان هو اللي حيد من راس الناس انه احنا عندنا الكريمه، انه كنتخلصوا جينا بالريع السياسي. الاخوان راه ما يمكنش نخرجوا من الحلقه والناس يقولوا الله راه صافي امور واضحه. هذا تيتعلق بجو سياسي عام فيه محاربه الفساد، متعلق بغدا انتخابات كيفاش غتكون، راه هذه 15 عام
من 98 والمغرب تيدير مجهودات كبيره في الديمقراطيه، ولكن الشباب ما تحركوش، لا موتيفاسيون الشباب ما كايناش. هنا تيخصنا نمشيو نسولو فين كاين المشكل. الصوره النمطيه، انا ما غنقولش لكم الاخوان كنخدم 12 ساعه ولا 13 ساعه وكنبات في اللجنه، لان ما كنمنوش. حنا واجبنا هذا، ولكن تنشتغلوا، هذا واجبنا. حتى واحد ما خصنا نقولوا له راه كنخدموا في 14 ساعه ولا جوج ديال السوايع، ولكن راه كان المفروض يكون في 2013 واحد القناه برلمانيه. لا غنهضروا على التنزيل، راه الاخت اعتماد دوات على التنزيل. الحراك راه باش نكونوا واضحين الاخوان، باش ما يتقلقوش الاخوان اللي كانوا مورا هذا الحراك. الحراك راه ماشي قام في المغرب باش نجيو حنا للبرلمان. الحراك راه طلب باسقاط الفساد واسقاط الاستبداد. ايوا فين حنا من هادشي؟ الحراك طلب انه تحسن الوضعيه ديال المغاربه. ايوا فين حنا من هادشي؟ الحراك طلب انه يتوقع تحول في النخب السياسيه. ايوا فين حنا بهادشي؟ هادو هما اسئله الحراك. حنا جينا في واحد الاليه، مع كامل الاسف انا هنا غنقول واحد الحقيقه، حنا ترافعنا بالزربه، راه ما عمرش ترافعوا فيه 20 يوم، وكاننا كنا كنترافعوا باش نكونوا في البرلمان. الا كان اللي كيقول لك يعني بان هذاك الحراك اللي تكلمت عليه كله، لا شوف لا باش ما نقولوش تبدل، باش ما نلبسوش اسفرا عن ريعين سياسي استفدتوا منه في 20 يوم. لا شوف الحراك، شوف كان سياق خاص وكان طلب مجتمعي على التشبيب. حتى واحد ذاك الساعه ما كان عنده الجواب ديال هذا السؤال، كيفاش غنديروا التشبيب داخل المؤسسات؟ ولكن هذه واحد الصيغه تنقولوا، ما نقدرش نقول لك دابا مزيانه، من بعد نقدر نقول لك واش مزيانه ولا لا، لان باقي حنا عندنا مسافه من التقييم. ولكن ما نلبسوش الحراك داك الشيء اللي ما يقدرش يلبس. حنا جينا في واحد السياق خاص، حنا راه باش تعرفوا الاخوان واحد المعطى، وزير الشباب والرياضه السابق في البرلمان راه قبل الحراك قال لهم خصنا نديروا التمثيليه ديال الشباب بالكوطه، كل شيء بقى تينتقدوا وتيضحك عليه. من بعد تبدل السياق، وقع ما وقع. الله يخليك. انا غنكمل غير واحد غير واحد الفكره ديالي. في الرقعه ديال الميدان اليوم النكهه الشبابيه كاينه في البرلمان، كاينه واحد النكهه واحد لاغوم، ولكن راه تتبان، حنا تنحسوا بها في الاسئله، في الجراه، في الخطاب، ولكن راه مازال يعني هذه واحد التجربه اوليه. القضيه ديال الخطاب لان فيها نقاش السي مزوي، القضيه ديال الخطاب واش كاين خطاب جديد ولا السائد هو الذي لا زال سائدا؟ سيده مصطفى في هذه النقطه اللي تكلمنا عليها. في النقطه باش قضايا الشباب وحضورها. قضايا الشباب والحضور ديالو، فكنظن ان هذه التجربه هي تجربه شابه في اطار ديمقراطيه شابه في المغرب ايضا، راه يعني الله في مرحله البناء الديمقراطي والانتقال الديمقراطي، فما يمكنش اننا نحكموا على تجربه انها كانت ايجابيه او سلبيه الوغ هي مازال في مرحله البناء. اليوم ما يمكنش نقولوا ان 88 شاب وشابه داخل البرلمان المغربي من اصل 395 راهم ما جابوا حتى شي قيمه مضافه للعمل البرلماني، يعني غنكونوا تنكذبوا على راسنا. الا كان ربما ثلاث سنين ما تمكناش اننا نمشيو للسياسه القطاعيه ديال الشباب، ما تمكناش اننا نديروا واحد العدد ديال المسائل، ولكن كانت هناك حصيله ايجابيه ايضا، راه المشاركه والحضور وواحد العدد ديال المسائل اللي ايجابيه اللي خصنا نتمنوها اليوم ونشجعوا هذه التجربه اللي باقيه في البدايه ديالها، واللي غادي تكون ايضا محطه اللي غادي تمكننا من اننا ندوزوا لواحد المحطه واحده اخرى. اليوم تكلمنا على اللائحه الوطنيه للشباب، ولكن راه ماشي هي الصيغه الوحيده اللي ممكن اننا ندخلوا بها هاد الشباب داخل البرلمان، وماشي هي الوجه الوحيد باش اننا نجلبوا الثقه ديال المواطنين في العمل السياسي. فالشباب البرلمانيين الاخرين اللي جاوا من خارج اللوائح، فراه تقوا فيهم المغاربه وهما تقوا في راسهم باش انهم مشاو ترشحوا في 2011. فهاد العمليه كامله ما يمكن ليناش اليوم نجيو نبخسوها او نحكموا عليها بالفشل. بطبيعه الحال غتكون واحد المجموعه ديال الارهاصات، واحد المجموعه ديال يعني واحد الحرب ديال التموقع وديال المواقع داخل البرلمان، ولكن حنا ما غاديش نوقفوا هنا، بالعكس خاصنا نكونوا هذه واحد يعني يكون حافز لنا كيفاش نرجعوا هاد ربما واحد لانيرجي اللي هي سلبه باش نرجعوها واحد طاقه ايجابيه باش نتمكنوا اننا نمشيو بالعمليه اننا ننجحوها ونتمكنوا اننا ان ما يمكنش اننا نقولوا ان خطا اننا ترافعنا في 20 يوم وجينا كشباب. جيتوا كشباب، حنايا جينا ايضا، حنا كنساء شابات ما دخلناش معكم من نفس الكوطه، ولكن اليوم حنايا كاينين، اشنو غادي نقدموا للتجربه ككل؟ هذا هو السؤال اللي خصنا حنايا نطرحوه. 2016 المساله ديال الترافع ما كانش فيها، لا غير ذاك الضغط يعني الترافع وصلنا لمرحله ديال اما من قبل الترافع على الحق ديال المشاركه
هنا ولكن ترافعوا على الكوطة ربما كيقصد لي ترافعوا على الكوطة هنا الى سمحتي لي سي جمع الله يعطيك الصحة الى سمحتوا لي الاخوان دابا حنايا ملي كنهضروا راه كنتشرت بان الحضور ديال الشباب داخل البرلمان كيمثل 27% وملي كنبغيو نناقشوا واحد الحجم ديال الانجازات خصنا نبقاو نناقشوه بالحجم ديال التواجد يعني بالنسبي ما نبقاش انا نتسنى 27% ونتغاب ديك 27% تغاب واحد 60% ديال الحضور ولا بالاخر دابا حنا كنهضروا كنكونوا واقعيين زعما انا كنبغي نكون واقعيه وانا بالعكس يعني متفائله. اولا هذا الحضور ديال الشباب في داخل البرلمان ما خصناش نعزلوه كحضور ونناقشوه بوحديته خارج عن السياق السياسي في المغرب. ما تنساوش الاخوان بان المشاركه ديال الشباب في العمل السياسي في المغرب راه ما كتعداش 1% 0.86% ديال حضور الشباب في المنظمات السياسيه والمشاركه ديالهم كشباب في العمل السياسي والثقه ديالهم في العمل السياسي. هذه راه نسبه هزيله. يعني حنايا العمل ديالنا ما غاديش نبقاو مركزين على البرلمان والشباب واش كيديروا هذا وغادي نساو القاعده اللي هي الاصل اللي على ودها بغينا نعطيو. هو مزيان حنا كبرلمانيين شباب داخل مؤسسه دستوريه على اساس كنعطيو المثال لهذ النشئه وخصنا نحببوهم ونعطيوهم الثقه اكثر في المشهد السياسي باش نرفعوا من هذه نسبه المشاركه. ولكن راه كاين اللي كيلعب دور سلبي في هذه المشاركه واللي هما الاحزاب السياسيه اللي ما كتعطيش فعلا هذيك الحق للشباب وكتبين الكفاءه ديالهم داخل القواعد ديالها وفي داخل دوائر القرارات سواء الاقليميه او الجهويه وعلى الصعيد الوطني. هذا اشكال. هذا واحد. جوج، اولا ملي كنهضروا هنايا وكان التار ديال تار النقاش بالنسبه للعمل ديال القطاع يعني الحكومه ديال الميزانيه ديال وزاره الشباب وبالنسبه للاخر وفعلا غير كافيه بالنسبه للتاثير ديال الشباب. ولكن ما نساوش بان اليوم يعني في البرنامج الحكومي الاستراتيجيه فهي استراتيجيه افقيه. ما نبقاوش نناقشوا القضايا ديال الشباب ونمشيو نيشان وزاره الشباب. انا بالنسبه لي راه ما كافياش. انا ملي كنهضر على الشباب راه ما كتغطيش المطالب ديال الشباب ديال الشباب وحتى ديال الشبابات. عندها وزاره فيها 3800 اطار، شحال من عندها 500 ديال دور الشباب، ما بين المندوبين، ما بين حمايه الطفوله، ما بين المراه، ما بين المخيمات، ما بين كي. وحنا انا الشباب عندنا كنمثلوا في المغرب 40% من السكينه ديال المغرب. ما يمكنش دابا هذا حنايا ملي غادي نجي انا غادي ناخذ البرنامج. انا غادي سمحوا لي الاخوان خليتكم ساليتو. غادي ناخذ البرنامج على اساس انه افقي. عندي في التشغيل كاين طموح ديال 50 والتاطير والتاهيل ديال 50000 شاب واللي كنخدموا عليه. كاين في التعليم واللي وهذا واش ملي كنهضروا على التعليم العالي واللي كنعطيو المكتسبات اللي تعطات للشباب في التعليم العالي. واش هذا ماشي ميزانيه كتطرح الشباب هذيك لما كنعطيها الكحول الكحول الاخت اعتماد راه كدافع على الحكومه. حنا جينا نناقشوا البرلمانيين الشباب لما كندافعش على المعارضه اللي كنعطي اللي كنعطي لا 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 تهضرات على الميزانيه الشباب. هذه واحده وقياسا عليه قياسا عليه وبالتالي الفكره اللي قلنا بانه انا غير جاوبت على الميزانيه يعني باش نكونوا وانا وانا مع الاخوان انا كنقولوا ضعيفه وانا بالعكس ملي قلت لك على انها ما كافياش. سيده الزاهدي ما كافياش 40% من السكينه المغربيه هي الشباب. قياسا عليه الفكره اللي كنا كنناقشوا قبل ديال انه الشباب يساهموا في حضور قضايا الشباب في البرلمان هي راه غلطه لان في الحقيقة معنيين بقضايا الصحة، التعليم، السكن، الهجرة السرية. بالعكس ما نبغيوش نمشيو بنفس سلبي كبرلمانيين شباب. أنا نبغي يكون عندنا نفس إيجابي. هو فعلا اللي كنذكروا الإخوان وكنجبدوا الانتخابات حنا نبغيو تكون عندنا مبادرة شابة سواء حنا داخل البرلمان من داخل الفرق ديالنا أو كمنظمات شبابية خارج وفي المجتمع المدني والحضور وأن الشباب متواجد أكثر في المجتمع المدني أننا ندفعوا بمبادرات حقيقية باش تكون عندنا دوز عندنا انتزاع لأن هذا هو الرهان اليوم أن تكون عندنا انتخابات جماعية ديال المجالس الترابيه تكون نزيهه وتمشي يعني بالفعل وبالممارسه الديمقراطيه اللي حنا بغيناها. هذه المبادرات خصنا ندعموها واللي خاصها تكون اللي غايبه اللي ما كاينش اللي كيهضر عليها واللي كنخليو ان التقاطبات السياسيه كتجبد هنا وتدي هنايا واللي حنا نكونوا حاضرين فيها. كانت واحد الحده ربما في السنوات الثلاث الاخيره اللي كيهضر على محاربه الفساد. مزيان يكون عندنا مبادرات باش اننا فعلا ندعموا المبادرات ديال محاربه الفساد. اليوم ملي كتوضع 21 مؤسسه عموميه كتوضع الغدا فين هما المبادرات ديالنا باش ندعموا ان فعلا هذه المبادرات مهمه وتكون من داخل ومن خارج البرلمان باش انها تمشي في المسار ديالها وما نخليوهاش تراجع وما نخليوش بعض الممارسات السياسيه ديال واحد النخبه السياسيه اللي كتحاول انها ترجعها للور انها توقفها. سي صبويا النقطه مازال ما كملتيش فيها. اذا كان ممكن غير توضيح في المساله ديال الميزانيه اسمح لي يا استاذ. المساله ديال الميزانيه حتى واحد ما قال بانه ذاك الميزانيه راه قاده. كل شيء كيعتبر بانه الميزانيه ديال الحكومه المرصوده للقطاع ديال الشباب
وماشي قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة وإنما في جميع القطاعات في جميع الوزارات هي ميزانية هزيلة. الإشكال اللي كانوا اللي جاوبت عليه الأستاذ ياسين هو أنه وزير الشباب والرياضة جاء قال بأنه راه هذه الميزانية أنا راها قاداني راه ما عنديش مشكل. وأنا كنتفق مع الأستاذ المهدي فيما يتعلق يعني باستراتيجية واضحة ديال وزارة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ واحد البرامج تستهدف الشباب. ما كايناش استراتيجية واضحة. نقول لك واحد القضية سي جامع، الميزانية ديال 2011 وديال 2012 وديال 2013 واعتقد انه في 2014 غادا تتكرر نفس العمليه، نفس البرامج تعيد نفسها، نفس البرامج كيجيبوا منها وزير الشباب والرياضه